واطلق عليهم النار. انا ولا اصبت ولا حصل لي اي حاجه، انا كويسه جدا. انا بس فوجئت على الفيسبوك انه لقيت صوري منشوره وبيقولوا ان دي ماتت، وانا كذبت كل الاشاعات دي، وانا حتى ما اصبتش، انا كويسه ما فيش اي حاجه. طيب كويس، ما احنا بنوضح بس عشان لازم يبقى فيه دقه في المعلومات. بس انت كنت موجوده في محيط مصر؟ انا كنت موجوده، ايوه.